السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شباب، اللي مرسلتكم بمقطع جديد، مقطع أسطوري. مقطعنا جماعة الخير راح نشوف رد علي عمر وأيضا جمال هيروشيما على حملة المقاطعة، هل هم معنا أم لا؟ أوكي يا شباب، خلونا نشوف أول شيء علي عمر. شباب بالنسبة لموضوع الحملة، قاعدة رسائل كتير بتوصلني، علي وقف معنا بالحملة، علي ليش أنت مش معنا بالحملة؟ أنا ما بعرف هاي الحملة شو اللي صاير بالضبط، هذا أنا ما بعرف. سمعت بالحملة طبعا أول مبارح، بس أنا مبارح واليوم بعيد عن أجواء فري فاير كلها. فاليوم مثل ما أنتم شايفين ستوريات رايح لبرلين، قاعد بصور بفلوج تبع أنه بدنا نفتح درع المليون في برلين، وبعيد عن أجواء فري فاير كلها وما بعرف شو الشيء اللي صاير. بس وعد مني بكرة إن شاء الله رح أنزلكم هذا الفلوج اللي قاعد بصوره اليوم، وإن شاء الله بعد بكرة رح أوقف معكم بالحملة مثل ما أنتوا طلبتوا، ورح أكون معكم بالحملة ورح تشوفوا إن شاء الله. رح نتكلم عن كل المشاكل وأتكلم، رح أخصص فيديو كامل إن شاء الله أتكلم فيه عن المواضيع، بس لازم أرجع البيت وأشوف شو اللي صاير بالضبط، وإن شاء الله رح أتكلم عن هذا الموضوع، رح أسوي فيديو خاص. وكما شفت يا اصدقاء، علي عمر ايضا مع الحمله. وحاليا يا اصدقاء خلونا نروح ونشوف رد جمال من قناه هيروشيما. كوتي السلام عليكم، جيت اليوم ندوي لكم على سيرفر شرق الاوسط على المشاكل اللي قلتو جمال وقف معنا ضد الشركه. انا معاكم اخوتي، نتوما وصلتوا لمليون مشترك وانا معاكم، بغيتكم تعطوني جميع المشاكل اللي كاين في البوست اللي قبل من هذا باش ندوي عليهم في فيديو ان شاء الله. وشركة انا دويش معها مامرة ما جوج ما ثلاثة، وغتدخل لنا ان شاء الله في 2020 بصحة وسلامة، وغيتقاد ان شاء الله سيرفر الشرق الاوسط وغيرجع بحال جميع السيرفرات ان شاء الله اخوتي، باش بالدعاء. وغادي انا معاكم اخوتي، وغادي نهضرو كامل في هذا الشيء هذا، وهيروشيما راه معاكم. واو